يا مرحبا، حييت يا ابو تميم. يبي والله والبقى باقي، يبي لها شاي وقهوه بعد الصلاه، كله بعد الصلاه، من الحين ما في وقت. ايش ذا مسك بقاله انت؟ فكرتنا كم هي عليها الفكره ذيك؟ ها والله يا الجمهور بيستانة، والله يا الجمهور. الله يقولون يا عيال انت ايش سويتوا انت يا عيال؟ بينصدم زياد، مو بزياد الحاله، اللجنه تنصدم. اتوقع اللجنه الجيرب بيقط غترته على مرسي، بيقط الكبوس بتاعه، بيقطه، حيحدف الكبوس بتاعه وبيدخل على نصر الحربي. وش ذا يا عيال؟ وش ذا يا عيال؟ نصر الحربي بيدخل معاه اخوه عبد السلام. اوه والله بيدخل زياد يبكي، وانا بلف بدف ناصر الحربي بقول له ها كيف المسرحيه؟ ايه ايش رايك؟ ابدعتوا. لا لا ان شاء الله اليوم. تدري وش الجمال؟ ها تحقيق الحلم. اوه انك تدخل عشان شيء وتاخذه. هذه تكون كافأت نفسك بشيء كبير بعد. والله يعني برنامج سكريبت جامعها رياليتي نادي ممكن يخلي الثلاث اخر شيء، عرفت؟ احنا نتكلم كنقاط، يعني هم اللي هدفهم الاول انهم صدق ما يفوتون شيء ما شاء الله. اشهد بالله شدوا حيلهم، ومن من زرع حصد، ومن صبرنا على قولتهم. نعم. عبد الله على سره يروح عبد الله الشلهيب يكتب على سريره 90 يوم بكل حب. اول يوم كتبها ايه ذي شو يسمونها؟ الشغف. ايوه الطموح. والله يوم شفتها دريت ان الرجال يعني في راسه شيء يسويها. الطموح عنده ما شاء الله عليه، يستاهل. وسع خاطر، لا بعد زعل على حد، لا بعد ضيق على حد. لا اشهد بالله، والله ما عندنا الا ملائكته. ما اذكر انه قد غذى احد بكلمه يعني. اوه لا ذول صراحه. وين دي 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 دي. وين نسيت نفسك انت؟ انت انت ابو البراء. لا لا انا 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 توجهي مسرح، فاني اخذ رقم في المسرح. انا توجهي مسرح، انا هدفي اخذ نجم المسرح او نجم العرض الاخير. الله انك تاخذ زبده البرنامج، هذا هو برنامج جوهره المسرح، تاخذ زبدته انت الناجح. والشيء هذا في وبعدين من اول ما دخلت في بالك؟ ترى لا، يوم دخلت ما كنت ادري اني في مسرح، بس كان عندي شغف في المسرح، احب المسرح، اتابع مسرحيات. تعرف وش المسرح؟ تتواصل مع آلاف الأشخاص قدامك، تحدي مع نفسك شلون ترضيهم، مو بلازم تضحكهم، إنك ترضيهم بأدائك. صح. ممكن تقدم، ممكن تقدم إسفاف يضحكهم بس ينقدون عليك، ما احترمتهم. فهدفي أنا والله ما أبي شيء من المراكز، أبي جائزة أفضل ممثل أو أفضل أو اسمها نجم المسرح أو أي شيء. يلا يا اكيد المراكز ما راح نغسل يدينا منها، كل واحد له طموح في المراكز. اكيد. وين يقدر شو يصير؟ بس انا تدري عندي احساس اني بتنافس انا وياك في جائزه. شرف والله، يشرفني يا ابو تميم. والله صراحه ممتاز، انت ريال عامري. سياف وفي الاخير اللجنه هي اللي تقرر. بس ما نسيت شيء. ها لازم نصحي العيال علشان نصيد ال اي قوهم تكفى، لا تفضحنا. طيب ها فضيحه انت. وش فضيحه؟ وش؟ رح كيف تصيد الدبان؟ نصيد الدبان، نصيد الدبان. يلا قوهم يا سمراني. هذا فن التسريح يا سمراني، حبك بلاني. الله يسعدك يا حليلك. الله يعافيك. اي اي راح الله يخلف عليك. خلهم يعطونا قهوه وشاي، ما انا مسوي.